عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة Everything with Dada. اليوم إن شاء الله أنا راح نديرو خبز كوشة اللي هو خبز الدار بالفارينة، يجي خفيف بنين بالخف ما يندار. واش نسحقو لهاد الوصفة؟ نسحقو 500 غرام تاع فارينة، نحطوها هي الأولى ومن بعد نديرو لها مغرفة تاع خميرة، مغرفة تاع ماكلة كبيرة تاع خميرة، نديرو لها مغرفة سكر كيف كيف ونخلطوها، نخلطو كاع هاد المقادير، نديرو الملح بصح نديروه تكوتي نص مغرفة هكاك كامل، ندير شوية سانوج هكدا كل واحد يدير على حساب الرغبة، سانوج مليح، حبة حلاوة، الفائدة ديالو يمد ريحة شابة للخبز ديالنا. ندير قريب نص كاس، قريب نص كاس من با تاع زيت، ونخلطهم بيدي. وهنا نضيف زوج حبات بيض نحو صفر واحد برك، اسما نديرو حبه بيض كامله وبياض تاع بيضه، ونخلطو بالخف. سهل هذا الخبز. ونديرو ان بو تاع يا وقت ناتشور، هذا زبادي طبيعي يعطينا نكهه وبنه ويرجعنا الخبز تاعنا خفيف. خلطوا كاع هاد المقادير، وهنا نحكموا زوج كيسان تاع حليب مدفيتهم، ونبدا نفرغ بشويه ونخلط. ان شاء الله تكون فيديو برك واضحة. حتى نكمل الكمية تاع الحليب تاعنا، العملية اللي نقومو بها احنا ما نعجنوش، نخبطوه برك هكذا كلي نضربوه بصبعتينا. بون اللي عندها البيتخان تحب ديرو بالبيتخان بيان سور، سافا اتخ بلوس فاسيل بالخف، واللي ما عندهاش هكا تخبطو بصبعتيها هكا مدته هكاك واحد الخمس دقائق. هاد الخليط الجاري نخلوه يريح ربع ساعة ونعاودو نزيدو له كاس تاع فارينة، نولو من بعد ان شاء الله. هاوليك الخليط تاعنا، هاوليك خمر، نزيدو له هذاك الكاس تاع الفارينة، نزيدو نخلطو بيدينا. توجور نفس العملية هكذا نخبطوه. هاد الطريقة تاع الخفق هذه هي اللي تخلينا الخبز تاعنا يجي كلي متقوب الداخل. نزيدو نخبطو هكا واحد الخمس دقايق برك، نغطوه ونروحو نوجدو السنيوة تاعنا ونعاود نولي ليكم. انا هنا دهنت السنيوة تاعي بشوية تاع السمن، انا ما ندهنهاش بالزيت باسكو الزيت يخلي القشرة التحتانية تاع الخبز تجي خشينة، السمن باغ كونطخ نو يخلي القشرة ديالها تجي عادية. هاوليك الخليط تاعنا، قبل ما نبداو نهبطو في الخليط انا ندير يدي شوية في الزيت وبدا نهبط في الخليط هكدا باش ما تلصقليش لاباط برك في يدي. هبطها مليح لاباط، كي ترتاح لاباط تولي سهله الخدمه. فوالا نغطس يدي شويه في الزيت ونبدا نيطالي فيها.
الخبز يجي بزاف بنين. فوالا هكا كي ساويتو نغسل يدي برك دقيقه. انا هنا راني وجدت الصفر هذاك تاع البيض اللي خليته من قبيل ودرت له شويه نسكافيه وشويه حليب وندهنها من درك ماشي نخليها حتى تخمر، باسكو كي تخمر ونبداو نديرو لها في دي فوا في لا دوغور ديالها لو كان نعبزو شويه برك الباسو يعني تروح لها الخمره. الوغ يفو ميو من درك هاتيك نديرو لها لا دوغور تاعها. هكذا انا ندير لها شويه سانوتش اللي يحب شويه جلجلان، كل واحد واش هذه حاجه اختياريه. انا الجلجلان على جال الفوائد ديالو جلو غاطبا. هكذا نغطيها ونخليها تخمر، كي تخمر نعاود نوريها لكم وندخلها. حنا نسخنوا الفوق تاعنا على 180 درجه وراني نعاود نولي لكم ان شاء الله. هاوريك الخبز ديالنا راهو خمر كيما راكو تشوفوا، دوك انا ندخلو يطيب ونتلاقاو فيما بعد ان شاء الله. هاوريك الخبز تاعنا تاع الدار هاوريك طاب خرج ما شاء الله. كي يطيب ما نخلوش في السنيوه، نديروه دون زونغري باش يتنفس باش ما يتندناش داخل السنيوه. هاوريك خرج الله يبارك، دوك نخليه شويه يبرد ونوريه لكم كيفاش. هاوريك الخبز تاعنا نقسمو قدامكم. شوفوا كيفاش جا ومازالو سخون على كل حال، جا ما شاء الله صلاة النبي هايل. هذه هي. نتمنى انه هذه الوصفة تكون عجبتكم وان شاء الله تجيكم سهلة وديروها وتنجحوا فيها ان شاء الله. ولا عجبتكم هذا الفيديو ما عليكم غير ديروا جام وتشتركوا في القناة باش يلحقكم جديد ديالي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.